بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس جديد من أحد الدراسات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه العينة عبارة عن أحد النباتات التي درستها في السابق، كانت تعيش هذه النباتات طبعا في محافظة الأحساء، وهذه أحد النباتات التي تعيش في يعني في فصل الشتاء. طبعا درست الأنسجة المتواجدة وشرحت الأنسجة المتواجدة وشفت فصائل من الميكروبات والطفيليات التي تعيش داخلها، مثل الفطريات والبكتيريا وأحادي الخلية والديدان المجهرية، أيضا ممكن تعيش على هذه العينة مثل ما تلاحظون. طبعا هذه العينة تتحمل درجات يعني البرودة، ممكن تتحمل درجة برودة تصل إلى حوالي تقريبا لا يقل عن 5 درجة حرارة، منتشرة بنسبة كبيرة جدا في الأحساء في فصل الشتاء مثل ما تلاحظون. طبعا أنا يعني أنصح مجموعة كبيرة من الباحثين بدراسة النباتات وعلم الأمراض، بالذات يعني النباتات اللي يلاحظون عليها يعني أي تغير أو أي يعني أي نوع من أنواع الأمراض المتواجدة في الأنسجة السطحية، وأيضا ممكن تعيش فيه يعني حولها حشرات كثيرة جدا، ممكن هذه الحشرات تنقل للأنسجة أمراض معينة عندما تعضها أو تنقل لها فيروس أو غيرها من المخلوقات. لازم يعني نكون حذرين جدا بالتعامل مع هذه النباتات يعني من الناحية البحثية أو الناحية البحثية المتقدم لدراسة ما يوجد في هذه الأنسجة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم، وطبعا راح أعطيكم بعض الأشياء البسيطة أيضا ممكن تعيش الفطريات على جذع هذه النباتات، جذوع أو جذور هذه النباتات ممكن تعيش فيها نسبة كبيرة جدا من الطفيليات والديدان وبيض الديدان يعني بالتحديد، اللي حاب يعني يدرس بيض الديدان ممكن يحصله داخل جذور النباتات أو حول جذور النباتات، يأخذ عينات ويدرسهم وإن شاء الله يعني يحصل على نتائج جميلة جدا في تحصيل المعلومات ومعرفة ما يوجد حول هذه العينة. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم مع عينة أخرى، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس جديد.